توفيق من ربنا واصرار مننا ان احنا نبقى موجودين بشكل كويس ومحترم ونقله من هو بص الفن بشكل عام او الدراما بشكل عام متاحه يعني شخصيات كتير وبتاع وحاجات كده وخانات لازم تبقى موجوده وكده انك تتواجد بشكل يعني انا لما ابتديت تاني بعد ما دخلت انا كنت قعدت فتره كبيره جدا بعيد قلت لهم انا الوجه الجديد جمال عبد الناصر استغلوني يعني فعلا يعني المساله كانت عدت بقى والناس كتير بقت في الساحه ونجوم كبار وبتاع وحاجات كده ابتديت تاني من الحكايه من 4 حلقات لا يضيف شرف لا 5 حلقات كده يعني وبتاع لان هو واقع الحياه لا خالص خالص لا خالص ان انت كنت نجم جيل قطاع الانتاج بص مساله النجوميه ولا النجوميه دي اللي بيحددها السوق دلوقتي ده منطق اخر غير المنطق بتاع زمان السوق اللي بيحدد انت فين وازاي واسمك فين وانت كواليتي شغلك ايه ونوعية ده مطلوب ولا مش مطلوب يعني فيها انت لازم تبقى فاهم كل الحكاية الخبرة بالوقت بالدراسة بالأعمال اللي تقدمت انا عايز اقول لك بس يعني انا رجعت مثلا في حاجات بسيطة يعني انا قدمت حكايتي وبلا دليل وكلها ادوار صغيرة لغاية ما نبتدي نقول يا جماعة انا هو انا موجود وانا موجود في الساحة ولسه بشتغل ولسه بقدر اقدم فن واقدر اقدم شغل وانتوا احكموا وشوفوا يعني ايه المساله يعني فاعتقد ان انك تتجمد وتقول بقى ده راحت مني وبتاع مش عارف ايه وحاجات كده وتبقى محلك سر ده الموات الكبير احنا اتعلمنا من اللي قبلنا الجيل اللي قبلنا احنا زي ما انت قلت دلوقتي احنا عاصرنا كذا جيل فتعلمنا من الاساتذه النجوم الكبار ومش عايز اقول اسماء كتير جدا اشتغلنا معاهم كانوا احنا ابطال وهم بيعملوا ادوار صغيره فلك ان تتعلم يعني انت لازم الحاجات دي ما تعديش فتبقى انت فاهم ازاي الدراسه بتاعت السوق ان انت بعت فقعدت تبقى انت متامل وتشوف الحكايه هتيجي ازاي وهتيجي امتى والمكان ده هيبقى ازاي لازم تشوف كل الاعمال اللي بتتقدم عشان يبقى فيه اختيار لتوقيت مع توفيق من عند ربنا يعني ده ومع مساعده من ان فعلا الانتاج يبقى عنده فهم للمساله ان فعلا الجراند موجود والمنتصف العمر موجود والشاب موجود وكده يعني فهو المساله مساله قناعه ومساله مصالحه مع النفس انك تبقى متصالح مع نفسك مش حاسس انا انت يعني انا سعيد ان انت قلت يعني نجم في انت في طول الوقت يعني انا رغم المساله ممكن بتبقى مختلفه عند حد تاني يقول لك لا النجوميه معناها كذا انت فاهم ازاي لكن هي النجوميه انت بتقدم ايه في تاريخ من الاعمال الدينيه والاعمال التاريخيه يعني والمهم ان احنا ابتدينا وده كان البدايه فكنت سعيد ان انا فيه فلتكن البداية ان هي رسالة الامام الرسالة اللي بيوصلها رسالة الامام للناس ده شيء محترم جدا وخلى المسائل المشاهد مش كثافة مشاهدة فقط لا كثافة تفاعل الناس كانت متفاعلة مع المسلسل بشكل كبير جدا اصداء كبيرة جدا عن المسلسل حاصلة على السوشيال ميديا وعلى محركات البحث انك الشباب الصغير بيدور يشوف المقولات بتاعت الإمام الشافعي بيدور مين الإمام مالك بيدور مين الإمام الليث بن سعد دي في حد ذاتها نجاح كبير جدا انك تعمل جدل ما بين الشباب اللي هم مهتمين اخر اهتماماتهم المسائل دي